احنا الخزين الاستراتيجي ما بي يعني حتى احتمال ما يطول عندنا اكثر من شهر. ابدا حديثي بمقوله للامام علي عليه السلام، مثل ما انت تفضلت، الامام علي عليه السلام يقول: لولا الخبز لما عرفت ربي، او لما نعم. عبدت ربي. هسه الدقه بالمقوله، نعم. اذا الخبز هو اهم شيء بالحياه الحقيقه، والجماعه الاخوان هذا الاهمال وهذا عدم الاحساس بالموضوع، والله راح يوصلون العالم تكفر، يعذروني من هذا الكلام. احنا اليوم الحقيقه هذا الموضوع موضوع زياده الاسعار، نعم. يحتاج حليا، حل آني سريع، وحل حلول استراتيجية، حلول طويلة الأمد. نعم. الحل الآني السريع الحقيقة جمهورنا، ناسنا محتاجة إلى دفعات سريعة، سلات غذائية ومفردات من السلات الغذائية، حتى يطمئن المواطن أنه الحكومة حاسة بهذا الموضوع. هذا الموضوع اتحقق من خلال استضافة وزير، هسه أحكي لك جانب مجلس النواب، نعم، من خلال استضافة وزير التجارة، واليوم أكدوا أنه راح يكون توزع وزارة التجارة وجبتين غذائية قبل شهر رمضان. هذا يعني مو نبشر جمهورنا، هذا استحقاقهم، لكن هذا اليوم اللي قدرنا اول الغيث، خلي نسمي زين. تخصيصات ماليه مثل ما تفضلت، مشكله هم هاي التخصيصات. اليوم تم تخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطه. احنا هواي سولفنا ويا الوزير، وهواي داخلنا وياه، وهواي مواضيع الحقيقه تألم القلب. شو يقول المعالي؟ يعني واحده من عندهن استحقاقات الفله. المعالي شو يقول؟ عده خزين استراتيجي لو ما عده، وبعدين حتى لو قال المعالي، شفتوا بعيونكم فعلا اكو خزين استراتيجي يحقق الامن الغذائي لمده سنه ست اشهر؟ عفوا استاذ نجم، احنا كارثه اذا نسمع الاستراتيجي، يعني الخزين الاستراتيجي. احنا الخزين الاستراتيجي ما بي يعني حتى احتمال ما يطول عندنا اكثر من شهر. واحنا هاي مشكله مثل ما تفضلت، احنا اليوم هاي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، هذا كان موضوع يعني تقريبا معلوم ومعروف، والمفروض الدولة والحكومة تتحسب بهذا موضوع، لأنه نسبة الصادرات من الحنطة أوكرانيا وروسيا تسيطر على 30%، 20% من الذرة، 80%، هذا الرقم خلي يسمعوه الإخوان، 80% من صادرات الزيت، دوار الشمس وباقي الزيوت تسيطر عليها أوكرانيا وروسيا. أنا اليوم أعرف دولة راح تدخل حرب، غير أهيئ نفسي أفتح منافذ أخرى، أعطي مجال، يعني ما أعرف الإخوان شنو، وين يريدون يوصلون بينا، وين يريدون يوصلون الشعب.